مرحبا بكم من جديد، نتواصل مع السادة الكرام عبر صباح الشروق. وصلنا معكم لخواتيم هذا اللقاء، وبالتأكيد طبعا بنختم بالرياضة هذا الصباح. نسعد جدا يكون معنا زميلنا الصحفي الرياضي عبد الرحمن عيدروس. عبد الرحمن صباح الخير. صباح النور محمد. كيف أصبحت؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا. طبعا معظم يعني محاور حلقة اليوم مشاهدينا حتكون مخصصة أيضا بصورة أشمل بالنسبة للهلال وحالة الفراغ اللي دار من ربيع الهلال الآن. نتكلم عن الجانب ده، الفراغ اللي دار ومدى تأثيره على نادي الهلال خاصة في الفترة دي، ونحن بنستعيد لاستئناف نشاط ما معروف مصيره أصلا، ولكن كثير جدا من التفاصيل ممكن تؤثر سلبا على مجريات عموما النادي وتماسكه. نعم، يمكن هو الحديث الآن يعني يمكن في الأوساط الرياضية عموما والأوساط الهلالية بصفة خاصة بتكلم عن الفريق الإداري اللي خلفه مجلس الكاردينال، اللي هو يمكن رحل منذ 27 من شهر يوليو الماضي، يمكن كان آخر يوم له في تاريخ الدورة الثانية. بعد ذلك يمكن يكون هناك فراغ إداري ضرب النادي من كل الأنحاء أو من كل خلينا من كل الجوانب، إذا كان مالية وإدارية وفنية. لكن الآن الصراعات والمشاكل في نادي الهلال هي يعني يمكن هي تطاقي على السطح، أو اللي هي موجودة الآن في السطح، يعني الآن مشاكل وتكتلات وتجاذبات لا معنى لها الآن في البيت الهلالي، أو خلينا نقول في القلعة الزرقاء. الآن يعني يمكن يكون الجميع الآن يترقب إعلان عن لجنة التطبيع في غضون الساعات اليوم، ولكن خلينا نقول المشاكل أصلا بدت منذ أن يعني يمكن يقول منذ أن احتكر الكاردينال القرار في نادي الهلال، منذ أن احتكر الكاردينال القرار الدكتاتوري وأصبح أو خلينا نقول جعل الهلال كشركة خاصة من شركاته. الكاردينال يمكن الرئيس الوحيد في نادي الهلال هو، نعم يعني يمكن يكون إذا كان بالجانب الآخر الكاردينال هو مفجر ثورة المنشآت في نادي الهلال والبنية التحتية. هو الرئيس اللي يمكن يكون الاستثنائي في مجال المنشآت ومجال البنية التحتية كما ذكر أخ حمزة. لكن خلينا نقول الكاردينال يمكن يكون الرئيس الوحيد اللي قفل باب النادي في أمام الرواد، قفل باب النادي أمام الجماهير، أمام حتى عضوية نادي الهلال. هو المجلس الوحيد أو الإدارة الوحيدة اللي يمكن يكون لم نشهد في تاريخ الكاردينال أي حراك اجتماعي. هو يسمى نادي الهلال للتربية وليس نادي الهلال لكرة القدم، نادي الهلال للتربية. فهتك النسيج الاجتماعي، ويمكن يكون الصراعات والتجاذبات واحتكار القرار واحتكار أشياء كثيرة والتدخل في الشأن الفني، هي كلها أشياء أضرت بالكاردينال وأضرت بمجلسه. ناهيك عن الفترة الأخيرة، يمكن آخر 5-6 شهور منذ شهر فبراير تقريبا الكاردينال رفع يده من الصرف في نادي الهلال، والآن وضع جل المشاكل المالية الآن على رأس مجلس التطبيع اللي يمكن يكون سيعين كما ذكرت في غضون الأيام في غضون الساعات المقبلة. الآن كل هذه المشاكل المالية وهذه المشاكل الاجتماعية والمشاكل الفنية والإدارية كلها سبب خلفتها إدارة الكاردينال أو مجلس الهلال السابق. هو طبعا موضوع شائك وموضوع يعني صعب جدا. نحن في كل حلقة بنتطرق لموضوع الرياضة وبنتكلم إنه الكاردينال هو في فترة من الفترات يعني سحب من إدارة نادي الهلال، بعد فترة هو رشح نفسه وأصبح الأقرب لإدارة الهلال، بعد ذلك في مشاكل إدارية ومشاكل مع جهاز الفن ومشاكل غير من مشاكل دي برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن تعرقل سير المنتخب وسير الرياضة في السودان. تكون إنه في مشاكل إنه ذاته الكرة ما تتقدم لقدام، أو الناس يعني اللجنة الفنية اللي في النادي ما ترى إن تعمل الإعداد الجيد للعيبة عشان ما يواجهوا المباريات الغادمة. واحدة من المشاكل ربما تكون أخ محمد يمكن يكون هي المشاكل العديدة كما ذكرت قبل قليل، هي مشاكل لا تحصى ولا تعد في الفترة الأخيرة في نادي الهلال. يعني كما ذكرت المشاكل اللي يمكن اللي خلف المجلس أو اللي وضعها مجلس إدارة نادي الهلال في 6 سنوات الماضية خلال دورتين هي أكبر من النجاحات. الإخفاقات هي كان عنوان مجلس الكاردينال على مستوى فريق الكرة وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى أيضا تحقيق البطولات إذا كان محلية وإذا كان إذا كانت البطولات الأفريقية أو خلينا نقول الوصول لأبعد المراحل. كل هذه المشاكل يمكن خلفها مجلس الكاردينال ووضعها الآن في طاولة لجنة التطبيع. كذلك نحن يعني كما ذكرت قبل نحن لا ننكر، يعني الآن لا 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 ينكر أحد هذه الأشياء الجميلة اللي عملها الكاردينال في يعني يمكن يكون مزق كل الفواتير، إذا كان على مستوى النادي، إذا كان على مستوى الفنادق، إذا كان على مستوى حتى وكالات السفر والترحال وبين الدول والمعسكرات، وحتى الرواتب الشهرية والنسريات خلال 5 سنوات ماضية أو 5.5 سنوات تقريبا الكاردينال كان ملتزم ماليا بكل هذه الجوانب، بكل اللي يمكن يكون حتى المشاكل اللي وجدت في خلال المجالس السابقة. الكاردينال نجح في إغلاق ملف الديون ومزق فواتير الترحال ببص
خاص بنادي الهلال وب خلينا نقول بمستشفى داخل النادي وبفنادق، اشياء كثيره لا ننكرها ولا ينكرها حتى يعني يمكن يكون حتى يمكن الشارع العام الرياضي والشارع العام اذا كان حتى سياسي او اجتماعي ناهيك عن نادي الهلال، لكن لما تكون بعيد يعني او تحتكر قرار او تصبح تجعل الهلال شركة من شركاتك الخاصة وتجعل القرار هو قرار واحد، حتى الموالين فقط الكاردينال هم الذين يعني يؤثرون في القرار في نادي الهلال في الفترة الماضية، وهذا لم يعجب نادي جماهير نادي الهلال اللي خرجت يعني كان آخرها الاعتصام الشهير صحيح. بعد خروج الهلال على يد الأهلي المصري في أوائل هذه السنة، يمكن كان خروج